السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد مع قناة العود البطار باسر الأباطيل. اليوم غادي نرد على واحد الأخت، يعني هي كتبات لي واحد الرد. كنت هضرت على المرأة العاملة وداك الشيء كما كتعرفوا، ومسكينة عن حسن نية قالت لك يعني والمرأة اللي ما خداماش وما عندهاش اللي يصرف عليها ماشي خاصها تخرج تخدم باش تعيش راسها. فهذا الموضوع هو اللي خصنا نهضروا عليه من هذا المكان، هذا اللي كتشوفوه، هذا راه بحر البوسفور او مضيق البوسفور. انا في اسيا دابا، هذه اللي كتشوفوها راه اسيا، والجهه الاخرى اللي غتشوفوها لين هي اوروبا، يعني اللي ورايا اوروبا. انا كنسكن في ديك الجهه اللي كتشوفوها تما فين كنسكن، وجينا اليوم لاسيا كنقطعوا غير بالباطو يعني الى اخره. فباش نوضحوا الامور، الناس مساكن ما بقاوش عارفين الحقوق ديالهم. دابا حنا في المغرب والجزائر ومصر راه حنا كنا مسلمين، وكانوا الحكام ديالنا مسلمين، مع الاسف الشديد اليوم كيحكمونا الطغمه العلمانيه والعصابه التلحوديه، يعني ابناء احفاد ابي بن سلول واحفاد ليوطي وما الى ذلك. المراه في الاسلام راه ما خصهاش تخدم، الزوج ديالها هو اللي يخدم عليها، ولا ما كانش عندها الزوج ديالها كيكون عندها خوها او لا عمها او اللي يحميها، يعني العصبه. اما باش تخرج تخدم باش تاكل فهذه كارثه في هذا العصر الحديث اللي كنعيشوا فيه. علاش؟ لانه خصنا ندافعوا على الحقوق ديالنا، ولكن في الاطار، في اطار اش؟ في اطار الاسلام ديالنا. فملي كيجيو الاحزاب يقول لك غنفتحوا لكم الواد الحار، غنفتحوا لكم الشانطي، غنغلقوا لكم الحفاري، غنديروا لكم الاناره، هذا الشيء راه خاص الدوله ديرو من شحال هذه، ماشي الاحزاب تضحك علينا وتقول لنا غنغلقوا لكم الحفره وبخرار والواد الحار وما الى ذلك. فلذلك كنقولوا لهذه الاخت، ملي ندافعوا على الحقوق ديالنا خاصها تكون في اطار الاسلام ديالنا. احنا راه عندنا واحد اركان الاسلام خمسه، الا وهي اقام الصلاه منا وايتاء الزكاه. شوف الجانب الاقتصادي مع الجانب العبادي مرتبطين مع بعضياتهم، يعني اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. الزكاه كتجمع من عند الاغنياء، وهذه الزكاه كيكون عندها واحد الجهاز، انما الصدقات للفقراء و المساكين وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين. ثمانية الاصناف هامه بلا ما يقول لي شي واحد، حيت انا ماشي فقيه ما حافظش القران يعني، ولكن هاي الايه ثمانية الاصناف كيتخلصوا من جمع الزكاه بما فيهم والقائمين عليها. هاد القائمين عليها اشنو هما؟ الموظفين اللي كيجمعوها. يعني تصوروا ديك اللا مركزيه اللي كيتبجحوا بها ان كل منطقه تكون قائمه بذاتها، راه الاسلام قال بها هذه 1400 عام. يعني انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والقائمين عليها، هذوك الموظفين اللي كيجمعوها من الاغنياء كيتخلصوا منها. يعني راه خصها تكون عندها مؤسسه وموظفين وحسابات واجهزه والى اخره، كتجمع وكتعطى للفقراء. يعني كنقولوا لهذه الاخت وهذه المراه مسكينه او لهذه البنت اللي ما خداماش، خصك تدافع على الحقوق ديالك في اطار الاسلام ديالك. يعني خصك تطالبي بجمع الزكاه من على الاغنياء باش ترجع الفقراء اللي كيستحقوه. كنظن راه الصوره الفكره واضحه. راه حنا دابا شحال هذه كانت عندنا القبيله والدواور، فالقبيله والدوار ما كدوس الفرد ديالها، يعني الفرد ديالها سواء رجل ولا امراه معزز مكرم، وحتى شي حد ما يقدر ياذيه، كيحاميو عليه بالبالا والفاس والمدرا وداك الشيء. دابا الدول الحديثه كتحاول تقضي على المفهوم ديال القبيله، تقول لك القبلي راه كانت كتحمي الافراد ديالها، القبيله كتضارب على القبيله ضد فرد واحد، فكيفاش بالمراه؟ فالمراه ما يمكنش تخرج تخدم باش تاكل، وانما القبيله خوها عمها خالها هما يكونوا بها. اما في الاسلام ككل راه الزكاه منها كتاخذ المراه والفقير واللي ما عندوش المحتاج، وذاك اللي ما عندوش يمشي يقرا لبرا، ما عندوش باش يمشي يقرا ويكمل القرايه ديالو كياخذ الفلوس ديالو من الزكاه. هذا هو الدور ديال الزكاه. الزكاه ماشي هي انني انا لاباس عليا كنبدا نوزع الفلوس هكا على بعض الفقراء ولا شي واحد كيسعى جاي على الناقه ولا على الحمار، لا، راه جهاز معين والناس خصهم يكونوا محسوبين. وكما كتشوفوا ياك ماماكم فرنسا عندها الشوماج، كتبجحوا علينا ماما فرنسا عندها الشوماج. هذاك الشوماج ماماكم فرنسا راه خداته من المذهب المالكي من المغرب عباد الله. فلذلك خص الناس تدافع على الحقوق ديالها، ولكن في الاطار اللي اشنو هو؟ اللي هو الاسلام. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني الجانب العبادي مرتبط مع الجانب العبادي في البلاصة، يعني ماشي صلي وصافي وسير، وإنما حتى الزكاة خاصها تجمع وتوزع على الفقراء والمستحقين ديالها.
هكا كانوا الناس ملي كانوا مسلمين، ما كانش عندنا الفقر، ما كانش عندنا مرأة طلقها راجلها بقات الجوع خصها دار ولا شيء، لا تخرج تخدم عليهم ما كايناش هذه. انك تاخذ من بيت المال اللي هو البنك المركزي من تما كتخلص. راه فعاد عمر الخطاب عباد الله، وفعاد عمر الخطاب كانت المرأة ملي كتولد كيعطيها الماندا والماكلة عام هي والولد ديالها، لدرجة أن كانت حتى كتفطم من الولد ديالها من بعد عامين عاد كتبدا تخلص عليه. في الآخر ولاو العيالات كيحاولوا يفطموا الأبناء ديالهم على عام عام وستة شهور تسعة شهور، فهو ملي ساق الخبر بدا يقول لهم شوف ردعوا أولادكم لعامين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال لهم ردعوا أولادكم، وأي وحدة ولدات تجي تاخذ المال اللي كيكفيها ويكفي الابن ديالها من النهار الاول ملي كيتولد. هذا الشيء داروا عمر بن الخطاب 1400 عام. كانت المراه معززه مكرمه وما تخرجش تخدم وتجفف وتقلب على ما نعرف الميناج باش تاكل وتعيش وتربي وليداتها. اذا حنا دابا خصنا ندافعوا على روسنا وندافعوا على الحقوق ديالنا في اطار الاسلام والدين ديالنا. خص الناس تفيق من القلبه، وهاد الاحزاب المجرمين اللي كيضحكوا عليكم عمروا بخرار وضربوا لهم على وجههم بالمختصر المفيد. دافعوا على الحقوق ديالكم في اطار الاسلام، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. العزه والكرامه من عهد عمر بن الخطاب ان المراه الى ولدات كتبدا تخلص على راسها وعلى ولدها وهي راه مجوجه. ما كاينش شي وحده يطلقها رجل وتبقى ضيعه، كتخلص من بيت المال اللي هو البنك المركزي في هذا العصر الحديث. ارجو ان تكون الصوره والفكره واضحه، واللي عنده شي تعليق يخليه لنا. والى اللقاء في حلقه قادمه مع هذا المنظر الجميل في البوسفور كما كتشوفوه، تركيا اسطنبول.